عليكم، معكم ليلى بودور كوتش وأخصائية السعادة وجودة الحياة، ومرحبا بي معكم في اليوم 24. الصداقة الحقيقية موجودة وما زال كينا وما يمكنناش أننا ننفيوها. الصداقة الحقيقية كتبان في المواقف، وفعلا كينا الصداقة، يعني كيني بزاف ديال الأمثلة على مر التاريخ تبتلنا على أنه كينين فعلا الناس لأصدقاء والأصدقاء الصداقة كتستمر. الصداقة الحقيقية كتكون فاش ما كيكونوش المصالح، وإلا جينا نشوفوا أغلب الأصدقاء ديالنا كيكونوا في مرحلة ديال الطفولة، مرحلة ديال الدراسة، فاش كنكونوا كنقراو وما كنكونوش كنكونوا خاليين من الماديات وما كاينه حتى شي مصالح بيناتنا، هنا فين كنصادقوا بعدنا من اجل انفسنا. يعني انا كيكون عندي صديق ما كنتسنى منه حتى شي حاجه، فاش كتكون الصداقه خاليه من الماديات وخاليه من المصلحه الشخصيه فهنا كتكون صداقه حقيقيه، واخا كتكون واحد المصلحه خفيه ما بين الاصدقاء، واخا كيقول لك انا كنبغيك لانك صاحبي لانه هكذاك، ولكن علاش انا كنبغيك ولا علاش كنصادقك؟ حيت كتعطيني الوقت، حيت كتسمع مني، حيت كاينه واحد الفائده خفيه ولكن زوينه، ما عندهاش واحد الفائده اللي روحيه اللي نفسيه، ما عندهاش علاقه بالماديات. فالصداقه فاش كتولي فيها مصالح ماديه هنا ما كتبقاش صداقه، وهذا الشيء علاش للاسف ولينا كنشوفوا بعض الناس اللي كيكونوا اصدقاء على مر السنين، ولكن فاش كيخرجوا للعلن او لا فاش كيكون بيناتهم واحد مصلحه شخصيه ولا مصلحه ماديه ما كتبقاش هذيك الصداقه. ولكن امنوا صداقتكم وحافظوا على أصدقائكم.